كنتي صبري وهادشي اللي جايك راه ماشي ساهل. هكذا امي قالتها لي في ديك المنام. طلعوا بربعه بهم وعرفتي تعانقنا واحد التعنيقه. بقيت واحد لك وحده كتبصني من الجي. جيت انا بقيت كندفعهم عليا كنقول لهم سيروا كنخاف عليهم من العين. هذيك هي اخر مره فاش كنشوفهم. ما قديتش حتى ملي كانوا ميتين ما قديتش نشوف. كان انا شوف كنقول يا ربي نكون غير كنحلم هذا الشيء ما تكونش بصح. بقيت كنشوف قلت لهم بصوا بربعه. وانا كنهضر معاهم وانا عارفهم ميتين. جاو لعندي وعارفهم ميتين. جات هي قالت لي امي قالت لهم مابقيتش تبكي. حنا عايشين الحياه ديالنا انت عايشه الحياه ديالك. كنتمنى الحج ولا عمره عليا وعلى بنياتي. مسكينه هو دابا فن السلام عليكم مرحبا بكم لعندي. انا كنت في عشا فاس انا وبناتي ولادي. من بعد انتقلنا لهنا لطنجة 2004. كنا جينا لهنايا كنا كنخدموا ايوا كان عندي حسني وشيماء كانوا كيقراو قراو شدوا الدبلومات كانوا داروا لافورماتيك. فاطمة وامل كانوا كيقراو غير في جمعيات كانوا متبعين معاهم كانوا كيقراو وتبارك الله ما شاء الله كانوا متبع كيقراو الفرنسي والعربيه والقران. كانت عندي فاطمه كتجود القران كتقراه بالتجويد. كانت واحد الاستاذه هنا في طنجه كانت كتقريها بالقواعد ديالو. وحسنيه وشيماء يعني شدوا الدبلومات وكانوا عندهم نيفو باك يعني باش غادي يخدموا. وساعة حسنية كانت خدمت في هذا المعمل اللي كنا فيه كانت خدمت في سميتو في الإدارة كانت كتخدم فيه. شيماء كان دفع الدبلومات في زنايا يعني دفع السيفيات دياولها. هذيك الشركة كنت خدامة أنا فيها في الأول دخلت لها أنا في الأول. فاش دخلت خدمت واحد شي 4 شهور ولا 5 شهور بحال هكذاك. دخلت من مورايا شيماء الله يرحمها مسكينة. فاش دخلت شيماء خدمت معايا واحد الشهر دخلت أمان موراها. دخلت أمان صافي دخلت حسنية الإدارة 16. وفي الثاني دوزنا من مور كورونا فاش ولينا رجعنا خدمت معنا فاطمة. صافي هي هذيك فاش خدمت معنا فاطمة وقعد ديك الواقعة. يعني فاش دخلت فاطمه في الاخر خدمنا واحد قولي 4 شهور بحال هكذاك مع بعض مع بعضياتنا. شو هكا يعني كيجاوب مع بعض. نقول لك كنا كنمشيو ديك الترونسبور كنا مرولين غير بالهضره والضحك. كنا كركبو حنا جوج من اللور وجوج من القدام ووحده مع جنبنا باش نمشيو قرابين مع بعضياتنا. وكانوا عندي فيهم العائله ديالي كلها في ديك البنيات الله يرحمهم. كانوا شو كنت بعيده من العائله حيت مات باهم. صافي بقات عندي كلشي فيهم هما. كان عندي خوتي كانوا عندي كتبول ماتت لي عاوتاني الوالده وصافي ورديت الراس كله عليهم هما. وبقوت اللي كنت غادي نجوج امل كنت كنقيل كنبكي وكنت كنبات كنبكي على فرق د امل غادي نجوجها في اكادير. كانت عروسه راه الشوينطة ديالها مازال الان منزله تما كاينه بسمسوني ديالها بكل شيء مازال منزله. اللي تكون عندك 4 ديال البنات واحد الساسي براسك ما كاين حتى شي وحده فيهم. كانوا ملي كنصليو العشاء كنجلس كنقراو القران جامعه. انا اميه ما كنقراش كنت كنجلس معاهم وكنراجع معاهم القران. والله واحد الجاره كانت ساكنه حدانا كنت كتقول لي كنطفي التلفازه كنسكت ولادي كنعطيهم كتقول لك اللي بغاوها كنعطيها لهم قوه ديك الصوت اللي كنسمعوا عندكم في الدار ديال الحلقه كيبقاو يقراو القران بالقواعد ديالو كيجودوا بالقواعد بالتجويد. كنت عندي فاطمه والاستاذه اللي كانت كتقريها الله يجازيها بالخير وعمري ما نسالها الخير ديالها. كنا واخدين الدار ديال الضحى
منين جينا ديك الايام كنا فين ما كنسمعوا كنفرك عارفه في المعامل كيبقاو كيطلق القران ملي كانوا كيقولوا ديك اكلين الربا والله هما كيخدموا في جهه وانا كنخدم قبالتهم فين ما كنسمعوا ديك اكل الربا كانوا كيبقاو يدوروا كتشوف فيا كيقول لي سمعي خصهم شي عمليه. بعنا ديك الدار ومشينا كرينا يلا دوزنا شو دوزنا شهر شهرين نقولي ولا 3 شهور بحال هكداك وقع داك الشيء. انا كنت نعسه وحلمت امي جات لعندي حيت امي ميته جات لعندي وانا خدامه كنسبق وكنجري قالت لي مالكي قالت لي هادشي اللي جايك راه ماشي ساهل قسم لك يامين اني لا هكا بهاد الهضره. قلت لها امي راني كنقلب نشري دجاج محضر رخيص. جات هي قالت لي شوفي قلت سبقي الملح والليمون وفي الصباح قلتها لهم قلت لهم شنو شنو. جات امل العروسه قلت لي داكشي اللي قالت لك امك ديريه. ملي نتنا في الصباح لقينا الشتا وجيت البنيته كانت غادي كانت عندها ديك النهار الاخراني امان ديال الخدمه. جينا كنهضروا وقلنا غادي نمشي وغادي نخدموا. جات انا قلت لها اليوم عندك الاخراني بلا ما تمشي. قلت لي واخا. قلت لها انت فاطمه قلتي بحالك جلسوا. خرجنا انا وشيماء وحسنيه شويه وهما جايين كيسبقوا مورايا. الشتا كطيح ديك الصباح الا كنتو عاقلين راه كانت الشتا كطيح والسما حمراء. دخلنا في الصباح نزلنا من الطرونسبور حنا غاديين وانايا بقيت واقفه في القنيز. قلت انا كيحلوا الباب مؤخر ما نهوجش حيت هما كيخدموا لتحت وانا كنخدم الفوق. جات هو دين هكا في الدرجه الاولى وداروا هكذا صابوني واقفه. قالوا لي مالكي. قلت لهم انايا غير هودو. قلت لهم انايا خلي شويه عاد نجي موراكم. ولاو جاوا بربعه بيهم والله العلي العظيم بحال كانوا كيودعوني ديك النهار. طلعوا بربعه بيهم وعرفتي وتعانقنا واحد التعنيقه شادي نقول لك كتصيبش من ربع بيهم تعانقنا قلت واحد لكم واحد كتبصني من الجهة. جيت انا بقيت كندفعهم عليا كنقول لهم سيروا كنخاف عليهم من العين ما تسحبنيش. كنت كنخاف عليهم من العين حيت واحد حيت ديك العمره اللي كنا وسط منها كانوا كيقولوا لي دجاجه ولادها باش انا كنت كنخاف عليهم من العين وما كنبغيوهمش يتلاقاو معايا وبزاف الحاجات. كنت كندفعهم قلت لهم سيروا لبلاصتكم. هذيك تخودوا هما. جيت انايا دخلت لبلاصتي شويه ويجي عندي حسنيه قالت لي امي. قلت لها شنو؟ قالت لي اليوم الشتا والغياب كاينين بزاف حيت هي اللي كانت كتفرقهم ديك الكرطاس ديال بوانتاج. وهي جايه هو هذا. قلت لها انايا فين غاديه؟ قالت لي هو هذا لعند توفيق كنخدم معاها في الاداره طلب ليا هذا الملف. قلت لها ما كنتي على هذا الملف؟ قلت لها بلي مع ملي كانت كيخرجوا من الباب هكا كيهودوا غير في الشتا مع الارض يعني الدنيا عريانه. جلست حدايا حيت هكا الشغل مع الطبله وجلستها. قلت لها جلسي. بقينا كنهضروا انا وياها. علاش كنهضروا غير على العرس ديال اختها شنو غتلبس هادي شنو هادي وهي كتهضر معايا وكتضحك. لا كنا غنديروه في فاس لحكم العائله كلها عندي في فاس. يا هذيك شويش وقفات. قلت انا جلسي. قلت لي لا. قال لي غنهود. هو صيفط لي ميساج غا هو دا. جيت انا عندي واحد الكاب هزيته وعطيته لها قلت لها هو تغطي به باش ما تمرضيش وهو العرس جاي وانا كنضحك معاها. وجات باسني من هنايا وقالت لي كنحمق عليك امي. قلت لها حتى انا كنموت عليكم. هي هذيك اخر هذيك هي اخر مره فاش كنشوفهم. قديش حتى ملي كانوا ميتين ما قديتش نشوفهم. قدر شويه الله دخل الماء. دابا هو ديك الماء داخل. طلعت انا هكذا كنطلل كنصيب فاطمه هزت ديك السويك ديالها ومعليه مسكينه هكا معليه سروالها زعما باش هو ديك الماء فين وصل مساكن حتى لهنا. جيت انا كنقول لها فاطمه كنقول لها خذي خوتك ودوزي للمكازا. وهي المكازا انا كيتسحبني كينسترجم. علاش انا قلت لها المكازا؟ صحابي الماء زعما غيدخل من هنا ويخرج من هنايا مسترجم كنقول زعما باش ما يخرجكمش الماء يلوحكم في شي بقنت. وهي شفت فيا ضحكت هكا ودارت ليا هكا صافي. هذيك هي يعني حتى وحده فيهم ما خرجت. كلشي غرق تما كان اللي كنا لتحت كلشي مسكن غرق.
كنت كنغوت الا كنت سمعتوا ديك الاوديو ديك الفيديو ترى كلشي كنت كنغوت فيه كنقول لهم العاده كنقول لهم اسقوا ولادنا راهم كيغرقوا راهم الناس ديك المستطوعين الله يجازيهم بالخير هما اللي جبدونا هما اللي نقدونا وجبدونا وما حتى حنا كنا ماشيين فيها ما بقيتش عارفه راسي واش كنحلم ولا بصح شتي ديك الهضره كلها وديك الشيء كله وما بقيتش عارفه براسي كان انا شوف كنقول يا ربي نكون غير كنحلم هذا الشيء ما تكونش بصح يا هذيك فاش هذيك بقاو كيجيو قالوا لي حط لي الكرسي قالوا لي جلسي تما في ديك سوق البقر الناس كلهم كيغوتوا انا ما كنغوت ما والو وما جاو الله اعلم شكون هو هذاك اللي كان كيجي لعندي كيوصل لي الاخبار جي لعندي قال لي غادي نختبرك واش الايمان ديالك قوي ولا ضعيف قال لي الايمان ديالك قوي قلت له ان شاء الله يعني غير كنهضر معاه بهدوء ولكن الله عافيه الله هو اللي مطلع على القلب ديالي وعلى الذات ديالي كيفاش دايره جاي يعني باش سبق لي بامال قال لي نختبر الايمان ديالك فين واصل الا قلت لك امل ماتت وبقيت كنشوف قلت لي الله ما اعطى لله ما اخذ وبقيت شو هو ديك الهضره كيهضر وانايا انا قلت لك بحال اللي كنحلم كنقول يا ربي عرفتي كان هذاك كنقولوا يا ربي تكون يكون حلم ما يكونش حقيقه يعني هذا الشيء ما نكونش راني بصح وسط منه عاوتاني قال لي انا غنجرب الايمان ديالك فين واصل نختبرك ولا جا عندي قال لي شيماء ماتت قلت له اني لله وان الى راجع واخا كنقولوا هكذاك راكي عارفه كل واحد وراك الهضره اللي كنقولها كل واحد راك يحس بيا ملي كنت في ديك الحاله هذيك الوقت كي يدن يا قلت انا يا كنت كنذكر ردها كنقول استغفر الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله في التالي ولا جا عندي قال لي وليت كنستحيا نقول لك شنو كاين صافي في الرابعه ما قاليش قال لي في غد فنيهم كنشوف فيه قلت له بس بربعة قال لي الله يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة قال لي شوفي بديعة قال لي شوفي قال لي انتي قال لي الله قال لي دلك تاج ولكن قال لي قسموا لك يمينا قال لي وكانت عندي في استطاعة ديالي قال لي حسين دلك تاج ونخرجك وسط من هاد الناس هادو كنقول لهم كلهم كانوا بحال وليداتي ديك الناس كلهم كانوا بحال وليداتي كلهم كانت عليهم بالرحمة وكلهم كانت منا لهم الفردوس الأعلى يكونوا فيها جميعا يا رب ولكن الآن ما بشيش لعندهم القبور ما قديش نمشي ولقاهم بربعة بهم ستفين في القبور دابا شتي الحوايج ديالهم كل سيمانة كنبقى نصبنهم وكنشرهم حوايجهم الآن كنلبسهم كتحسهم باقي بحال عايشين ديك الباترون ما داش فينا شي حاجه خايبه وما كانش قبيح لا هو ولا الاخ ديالو وما ناس طيبين هو ديك القضاء شوفي القضاء انا والله ما حقد عليه ولا على شي واحد على هذا حسب ديك شي من عند الله ماشي من عنده هو كنت حكم عليه قال لك بعام ونص هذا السيد الوالي ولا تصنبنا في الاول قال لك كاينه واحد المبادره يعني احنا بغينا نساعدوكم صراحة وقف معنا وساعدنا هو وهاد الناس هاد الجمعية والناس يعني عاونونا من داخل الوطن وخارج الوطن وهم كنشكرهم بزاف على هاد الوقفة اللي وقفوا معنا كنا صراحة محتاجين ليها والإنسان كيعرف العام إنسان ما خدمش وكنا مولفين بالخدمة إنسان بالفلوس وكتكون عنده وكتجيك ديك الوقت اللي ما كتصيبي حتى درهم دابا خدامة شي حاجة مخدامة حتى شي حاجة ما خدامش وعاد كنقول ان شاء الله هي لا كتاب نشوف شي حاجه نخدم فيها كيجيك راكي عارفه كيجيك الاكتئاب في الدار والملل والانسان ولفت انا كنت مولفه بالخدمه دابا كتجيني غير الحاجه الخايبه في الدماغ ديالي في الحلم كيجيو لعندي داك النهار ديال الذكرى ديالهم فاش كملوا العام جينا لهنا وكنا هنايا ديك النهار مجموعين الناس ديال العائله ديال الضحايا كلهم مجموعين ودرنا واحد شي وحده واحد الوقفه ترحم عليهم وبقيت كنبكي ما كتبش عليك جاتني واحد
القهره يعني باش كملوا البنات العام وباش ما يعني ما بقاش نشوفهم وباش ما بقيت كنبكي. في الليل انا نعست وهما جاوا بربعه بيهم بحال انا جالسه هنا وهما الصفوره فينا بربعه وانا كنهضر معاهم وانا عارفهم ميتين جاوا لعندي وعارفهم ميتين. شو الهيئه ديالهم؟ كتجيني زوينه كيجيني لابسين حيت انا عندي امل كندير الحجاب وما كانوا كلهم محتاجبين ولكني كانت عندي امان حارسه اكثر. جيت انا وهي دايره غير شوي لابسين ديك بحال قفاطن بويض وفيهم ديك عريشات خضر وديك الشان دايرينهم غير من الفوق هكذا. جيت انا قلت لها درت لها امال قلت لها شتك ما جات هي قلت لهم ديك البصل اللي حنا فيها ما فيهاش الرجال ديك الشيء علاش ما كنديرش ديك بيض الخضر. وهما بربعه بيهم انا عندي فاطمه كانت ضعيفه الحياه ديالها كانت ضعيفه ف وجيت هكا شديتهم كنقول لها توحشتكم كنعنق كل وحده فيهم وكنبكي. جات هي قالت لي امي قالت لها ما تبقيش تبكي حنا كنطلبوا منك ما تبقيش تبكي حنا عايشين الحياه ديالنا انت عايشه الحياه ديالك شفتي كافيه انك تحمد الله وتشكر وتقول لهم الحمد لله غير هي شو ما تعب ولا هي كتشق قصحه كنتمنى الحج ولا عمره عليا وعلى بنياتي كنتمنى. شكرا جزيلا. شكرا انت شكرا شكرا انتم شكرا لكم والطاقه الايجابيه انا شكرا لك وحمره بين الطيب والله الله يجازيك بالخير الله يجازيكم بالخير الله يجازيكم ان شاء الله الاحزان مشات ان شاء الله اللي ما يجيك الخير ان شاء الله باذن الله. كنشكر الناس كلشي كنشكرهم اللي داخل المغرب وخارج المغرب وكنشكر السيد الوالي بزاف 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 على هذه الوقفه اللي وقف معنا فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.